Say hi again. Hi. And today we will learn you a good meditation. So if you want to learn meditation, stuff a phone. Okay. What? So. Yeah. هل نقول لهم لنساء العالم Happy Women's Day. Happy Women's Day. Woohoo. Yay. Oh, stop it. زين. خلونا نحكي اليوم عن المرأة في العالم العربي. شنو تحتاج بالضبط؟ Yes. What's the mistake? زين. Everyone's saying like participate. طبعا اللي عندهم سؤال احنا راح نستقبل اسئلتكم وراح نجاوبكم سواء اني او جنى راح نجاوب كل اسئلتكم وايضا راح نحكي شويه عن موضوع المراه في العالم العربي او خلينا نقول طاقه الانوثه ايه والحل صح اوكي اوكي فطبعا احنا اللي نحتاجه الان في العالم العربي اهم شيء هو توازن طاقة الانوثة والذكورة اللي هي بكل اشكالها سواء كانت الاخذ والعطاء سواء كانت الحقوق سواء كانت الصفات كلها نحتاج كلها 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 نوصل الى توازن بين هاي الطاقتين طبعا نوصل الى التوازن في داخلنا اولا ايه وبعدين في المجتمع ككل يعني احنا في داخلنا اكل طاقتين طاقة انوثة وطاقة ذكورة ماما take a picture with me cheese اوكي اوكي فنحتاج انه احنا نوازن هذه الطاقتين في داخلنا اولا وبالتالي كل ما احنا توازننا راح نساعد بانه هاي الطاقات تتوازن بالمجتمع ككل يمكن قبل كانوا فاهميها بانه حقوق المرأة والمرأة لازم تتساوى مع الرجل لدرجة بانه صارت المرأة هي تاخذ زمام امور كل شيء وكل شيء وكل شيء المرأة اخذت على عاتقها مسؤوليتها ومسؤولية الرجل صارت هي اللي بالبيت وهي اللي تشتغل وبالتالي شويه فقدت انوثتها يعني لما هي قالت انه انا اقدر اسوي كل شيء لوحدي اخذت دورها ودور الرجل وشويه ابتعدت عن انوثتها لانه ما ننسى انه احنا لازم نوازن بين الطاقتين نوازن حتى بين الاخذ والعطاء نوازن بين العقل والقلب نوازن بين كل مشاعرنا وحتى اوكي هرموناتنا كل الطاقه اللي موجوده في داخلنا احنا وكل ما احنا توازننا من الداخل كل ما قدر المجتمع انه يتوازن هي مو مساله عدد الذكور وعدد الاناث ولا انه مساله حقوق وواجبات ولا مساله وظائف ولا مساواه هي مساله توازن طاقي تبدا من الداخل وبالتالي تنعكس على المجتمع فاذا كنا احنا نحس اكو خلل بالتوازن نحتاج نشتغل عليه وين في الداخل شلون نوازن طبعا اكو عده جلسات اكو عده كورسات ممكن ناخذها بهذا الموضوع انه احنا نسعى على توازن طاقة الأنوثة والذكورة في داخلنا وفي مجتمعاتنا لأنه للأسف صار لنا عصور يمكن عصور سابقة كانت الطاقة الذكورية هي الطاغية طبعا الرجل هو اللي كان طاغي بكل شيء وحتى في داخلنا طاقة الذكورة كانت طاغية لكن لما بدأ شوية عصر الصحوة عصر الأويكنينج Oh, yeah, tomorrow.
زين بدأت تظهر طاقة الأنوثة بالسنوات الأخيرة. طاقة الأنوثة بينت بشكل واضح جدا، سواء في داخلنا أو حتى في مجتمعاتنا، حتى المجتمعات العربية by the way بدأت طاقة الأنوثة تظهر بشكل ملحوظ. وعلى أساسها المرأة، يعني خلينا نقول، قامت تطالب بحقوقها، صارت تشتغل وظائف يمكن سابقا كانت مخصصة فقط للرجل، فصار صوت المرأة ودور المرأة واضح جدا في مجتمعاتنا العربية. زمن التسلط وتحديد حرية المرأة وكبت حتى رأيها انتهى. صوت المرأة الآن يطغي بقوة، وللعلم بالسنوات الجاية راح تكون طاقة الأنوثة هي الطاغية أكثر وأكثر، لأنه طاقة الأنوثة كرياتيف، هي خلاقة، هي مبدعة. يمكن الرجل أو طاقة الذكورة اللي موجودة حتى بداخل الإناث هي عمل تنفيذ، اللي هي doing، لكن طاقة الأنوثة اللي هي being، لما احنا نكون. فتوازنهم اثنينهم مطلوب، يعني انا احتاج اوازن بين البينج والدوينج، تمام، حتى انه اقدر امشي في حياتي واحقق الاشياء اللي اريدها والى اخره. فالبينج تلاحظون انه حاليا طاغي، وحتى بالسنوات الجاية راح يطغي اكثر شوية. المايند او عادة الطاقة الذكورية او الرجال بصورة عامة يكونون متواجدين بالمايند، لكن طاقة الانوثة تكون متواجدة في القلب، في الهارت. فهاي الرحلة راح نشوفها بالسنوات الجاية، هي بدت اوريدي، لكن راح نشوف اثرها اكثر بالايام والسنوات القادمة. فهاي من الاشياء المهمة جدا اللي نحتاجها احنا في عالمنا العربي. من ضمن الاشياء الثانية يمكن اللي حابة احكي عليها، خاصة اليوم في عيد المرأة، انه شنو تحتاج المرأة حتى تكون ناجحة. مثلا شفت قبل شوية اكو جروبات جميلة جدا، سواء بالعراق او بمكانات ثانية، بدوا انه يعلمون المرأة حرف يدوية معينة، مهارات معينة، وحتى في مجالات التنمية الذاتية بدت هواية تصير حركة في هذا المجال، ظهروا هواية مدربات إلى آخره. فيمكن المرأة تحس إنه هي لما راح تمتلك بإيدها صنعة معينة أو حرفة معينة، سواء كانت يدوية أو كانت فكرية، بأنه تكون هي تتقن شيء معين، الديزاين، الرسم، التصميم، الخياطة، أو التدريب واللايف كوتشنج والتنمية البشرية وآخرها من المهن، أنه هي بهذا الشيء راح تقدر أنه تأخذ حقوقها، وأنه هي راح تقدر تحس بقيمتها وتحس بأنه هي ناجحة ومؤثرة في المجتمع. طبعا هذا جانب مهم جدا احنا ما نقدر ننكره، لكن الشغلة اللي أريد أنبههم عليها، خصوصا لما نريد نخطي هاي الخطوة، أنه لما أريد أتعلم شيء جديد أو أني أشتغل وظيفة جديدة أو أمارس هواية جديدة أو حرفة جديدة، شنو أهم نقطة نأخذها بالنظر الاعتبار؟ بالنسبة إلي أهم نقطة هي الشغف. يعني لما نختار لازم نختار الشيء اللي إحنا شغوفين به، الشيء اللي نحبه، الشيء اللي روحنا تحبه، مو الشيء اللي عقلنا دا يقول أوكي هذا المجال ناجح خليني أخذه، أو حتى المجتمع دا يقول بأنه هذا التخصص مفيد، عليه إقبال، ليش ما تدرسيه أو ليش ما تشتغلين به. لا، الاختيار ما يكون عن طريق المايند أو عن طريق آراء الآخرين، الاختيار يكون منا، يكون عن طريق الشغف، عن طريق روحي أني شنو تريد، شنو شغفها بالحياة، شنو الشيء اللي هي تحب تسويه لنفسها وتحب ممكن أنه تعلمه للآخرين أو تشاركه مع الآخرين.
فننتبه زين لما نختار التخصص اللي حابين ندرسه أو التخصص اللي حابين نشتغل به، أنه يكون مبني على أساس شغف روحي. شنو الشيء اللي أنا فعلا لما أسويه، سواء لما أدرسه أو لما أأديه، ما أحس حتى بالوقت ولا أحس بالتعب، مجرد أنه أنا أحس بأنه مستمتعة دا أسوي الشيء اللي أنا أحبه. فهاي النقطة مهمة جدا، إحساسي راح يدليني عليها. فهذا الشيء اللي على أساسه أختار التخصص اللي أريد أقرأ أدرسه وأشتغل به وأطبقه. بهاي الحالة لما إحنا راح نكون عايشين شغفنا الحقيقي، راح نحس بالسعادة الحقيقية، لأنه قد الاختيارات الثانية اللي هي على أساس العقل أو آراء الآخرين قد نكون ناجحين بيها. قد نوصل إلى مرحلة الشهرة والناس تعرفنا وعدنا حققنا أهداف، سواء كانت مادية أو شهرة إلى آخره، لكن راح نفقد هذا الإحساس السعادة الحقيقية والسلام الداخلي، الإحساس بالامتلاء fulfillment. هذا الإحساس ما راح نوجده فقط بالنجاح، وإنما باتباع الشغف. يعني لما تكون حياتي مليانة شغف، دا أتبع شغفي كل يوم بكل خطوة في حياتي، بكل اختيار، بكل قرار، ساعتها راح أحصل حياة مليئة بالحب، بالسعادة، بالشغف. بينما إذا كنت أنا دا أتبع عقلي ودا أتبع المجتمع شنو دا يقول لي حتى أنجح، قد أشعر بالسعادة بشكل مؤقت، بأنه أنا حققت هدف، حققت مبلغ مالي معين، حققت شهرة معينة، الناس قامت تحكي باسمي، فهذا الشيء يشعرنا بالسعادة بشكل مؤقت. لكن هل هو دائم؟ هل راح أحس بالامتلاء من الداخل، ولا راح أظل أطمح للمزيد ظنا مني بأنه ممكن لما أوصل لهاي المرحلة أو لهاي المرحلة يلا راح أقدر أنه أنا أشعر بالسعادة؟ دائما نبحث عن السعادة في الخارج، سواء كانت عن طريق نجاح، عن طريق عمل، أو عن طريق علاقات معينة. فالبحث عن السعادة في الخارج مؤقت، ما راح يدوم أبدا. ولهذا دائما نقول نبحث في الداخل، نحول تركيزنا من الخارج إلى الداخل، نشوف إحنا شنو نريد بالضبط، مو غيرنا شنو يريدون، ولا المجتمع شنو يريد من عندنا، ولا أهلي شنو متوقعين مني، لا، أنا شنو أريد. فلما راح أعرف نفسي أنا شنو أريد بالضبط وأتبع هذا الشيء بحيث إني أعيشه، ما راح أحس نفسي بأنه أنا مستهلكة أو تعبانة أو حتى مريضة، أو أنه الآخرين قد يستغلوني، أو أنه أنا أكون متلهفة حتى يجي الويكند أو تجي العطلة لأني أنا خلص تعبت. لما أعيش شغفي ويكون شغفي هو عملي، ما راح أحتاج حتى عطلة أو إجازة، طبعا إلا إذا حبيت أني أخذ بريك وأسترخي، لكن مو هروبا منه. أكو فرق لما أنا أكون دا أروح عطلة أو إجازة هروبا من وضع متعبني ومستنزفني طاقيا، أو أنه أنا أساسا سعيدة ومستمتعة بالشي اللي دا أسويه، دا يملأني من الداخل ودا يفيد الآخرين أيضا عن طريقي. لكن أنه أنا أختار لأنه هاي الفترة أريد أتوقف، أريد أسترخي، أريد ما أسوي أي شيء، فقط أتصل بذاتي، ففرق كبير بين الحالتين. هاي النقطتين بالنسبة إلي هي أهم النقاط اللي المرأة العربية اليوم تحتاج أن تعرفها. أولا توازن طاقة الأنوثة والذكورة في الداخل وثم في المجتمع. لا تعني حقوق المرأة بأنه أنا أتساوى وأخذ كل المسؤوليات،
على ظهري وبالتالي أستنزف، وإنما أحافظ على التوازن الجميل في الداخل وحتى في المسؤوليات والمشاركة. النقطة الثانية، لأن اختياراتي سواء بالدراسة أو بالعمل حتى أثبت ذاتي ما تكون على أساس عقلي شنو دي يقول أو آراء الآخرين شنو، وإنما تكون مبنية من الداخل شنو شغفي روحي شنو تحب تسوي، وبالتالي راح أبدع بي. يعني لما تشوفون أكو نساء معينة أو حتى أشخاص معينة بغض النظر شنو الجنس مالتهم، لكن إنه هم ناجحين جدا وملهمين، مو فقط ناجحين ملهمين، عادة هذولا يكونون فعلا متبعين شغفهم، حتى لو كان هذا الشغف هو فعلا حرفة يدوية أو خياطة أو رسم أو طب أو تدريس أو تعليم إلى آخره من الاحتمالات أو الفرص، لكن يكون هو هذا الشيء فعلا يمثل شغفهم من الداخل، وهذا نجحوا وأثروا، مو فقط نجحوا. يعني أكو هواي ناجحين بالدنيا بس مو كل الناس ممكن يأثرون بنا، خصوصا لما نسمعهم. لكن تلاحظون انه مرات اكو ناس لما يحجون يلامسون قلبكم، تتأثرون بكلامهم بقصتهم. هذول الناس غالبا اتبعوا شغفهم، فلهذا لما دي يسوون الشغلة دي يسووها بحب، ما دي يسووها فقط على انه هي عمل دي يجيب لي مصدر رزق او انه survival mechanism احنا نسميها، انه فقط حتى اعيش، لا، وإنما دي يسووها بحب. ليش؟ لأنه هي تمثل شغفهم، فلهذا طاقة اللي طالع من عندهم في هذا العمل تكون طاقة حب. وهذا الشيء أيضا يفسر بأنه هواية مرات ممكن نسمع حتى ناس أنه لما تحكي محاضرات أو لما يعطونا جلسات أو دروس أحياناً تحسوهم إنه هم حافظين مش فاهمين، أو إنه دو 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 واحد اثنين ثلاثة سووا هيجي سووا هيجي سووا هيجي، ومرات تحسون بطاقة حب بالحكي، صح؟ فهذا اللي دا أقصد به، لما هي شغلة تكون فعلاً شغفي الحقيقي راح تحسون هذا الحب أثناء ممارستي لهذا العمل، تكون موجودة هاي الطاقة وتوصلكم. طبعا اكو ناس تستقبل بسرعة، اكو ناس ممكن انه هي اساسا لما دا تسمع هذا الشخص ما مقتنعة او ما معترفة بالموضوع فما راح يستشعرون الطاقة، صح؟ لكن بالنسبة للناس اللي منفتحين دا يستقبلون وبعدها يقدرون يختارون إذا راح يستمرون أو يغيرون، فهذول الناس راح يستشعرون هاي الطاقة اللي دا نحكي عنها، راح يستشعرون هذا الحب اللي موجود في هذا العمل. فأكو أعمال هواية، أكو أغاني هواية، أكو أفلام هواية، أكو محاضرات هواية خالية من الحب، تحسوها هي فقط معلومات ممكن تكون، قد تكون مفيدة لكن ما بها هاي اللمسة، لأنه غالبا اختيارهم ما يكون على أساس الشغف، وإنما على أساس أوكي هذا التخصص ناجح خليني أخذه حتى أنجح. فهاي نقطة مهمة جدا للمرأة العربية بمناسبة عيد المرأة، إنه لما تختارين اختاري من القلب بكل اختياراتك. إذا شغلة أنت ما حبتها ما مجبورة إنه أنت تسويها أو تاخذيها، لكن إذا شغلة أنت فعلا حبتها من الداخل حتى لو الكل وقفوا وجهك وقالوا لك لا ما تنفع ما تفيد مو هنا، طالما انت مؤمنة بها وطالما هي شغفك الحقيقي لا تسمعين لأي أحد، اسمعي لقلبك.
الحكاية اللي دائما أحب أقولها بأنه لو كانت علاقاتي أو حتى اختياراتي بالحياة تبعدني عن ذاتي فأني راح أختار ذاتي، لأنه بالنهاية حتى لو اختاريت الشيء اللي راح أنجح فيه لكن فقدت ذاتي. فصدقوني هذا الفقدان ما يعوض أي شيء ثاني. لما أفقد حقيقتي my authenticity، أنا منو، شنو أحب، شنو أريد أسوي، لما أضحي بهاي الأشياء بخاطر الآخرين أو بسبب معتقدات غير صحيحة بأنه هذا الشيء ما رح ينجح، رح تأخذني الحياة يمكن سنين طويلة أكون مبتعدة بيها عن حقيقتي، وبالتالي ما راح أشعر بهذا السلام الداخلي والحب اللي بدنا نحكي عنه، لأني ابتعدت، لأنه قراراتي ما كانت على أساس حبي وشغفي وإنما بسبب معتقدات، بسبب آراء غيري. فلهذا ابتعدت عن ذاتي وخليت أقنع. يمكن راح يحتاج لي شغل بأنه أنا أبدي أزيل هذه الأقنعة وأطلع ذاتي الحقيقية مرة أخرى. فلما أطلع ذاتي الحقيقية وأقول لا أنا حابة أسوي هذا الشيء لأنه هذا شغفي، أكيد راح أنجح، أكيد. حتى لو بالبداية واجهتني صعوبات، واجهتني انتقادات، ترى احنا كلنا بالبداية واجهتنا انتقادات وتحديات كثيرة، ويمكن فشلنا اكثر من مرة اذا تريدون تسموها فشل، لكن هو كله تعلم. لما نبقى احنا مصرين على الشيء اللي نحبه وماشيين به مو على مود فقط انه احنا ننجح او نثبت لنفسنا بانه احنا صح او نستحق، لكن انه لانه انا مستمتعه انا بدي اسوي هذا الشيء، اولا انا مستمتعه وفايده نفسي، ثانيا فايده الاخرين، فهنا راح يبدي العالم كله يتغير حسب نظرتي ومعتقداتي الجديده واصراري على انه انا اخذ قراراتي حسب حبي لذاتي، حب الذات. يمكن حكينا به هواية، خصوصا هسه نزلت اليوم هدية لمشتركين القناة الخاصة كورس حب الذات. يعني أنصح الكل بأنه يأخذون هذا الكورس أو يشتركون بالقناة، لأنه راح يلقون بها كل الكورسات والتأملات والدروس بالروحانيات في مكان واحد. بس صدقوني اللي احنا ابتعدنا عن حب الذات يمكن هواية فترة في حياتنا، ويمكن بعدنا شوي شوي دا نتقرب، ما وصلنا تماما الى حب الذات اللا مشروط 100%، لكن كل ما اقتربنا كل ما راح نحس بانه احنا على توافق مع ذاتنا الحقيقية، مع الخالق، مع المصدر، وبالتالي راح نمشي في طريق الليست ريزيستنس اللي هو ما بي معيقات، ما بي مقاومة، ما بي رفض. فتبدي الطاقة، تبدي الظروف، تبدي العلاقات، تبدي أحاسيسي تجاه ذاتي، كلها تبدي تسري بسلاسة من خلالي. فلهذا دائما نحاول نذكر نفسنا، يمكن حب الذات احنا ما نحتاج نتعلمه لانه احنا انخلقنا به، لانه هو اساسا اصلنا، يعني احنا انخلقنا وحتى انولدنا بهاي الحياة احنا نحب ذاتنا اوريدي. بعمركم شفتوا الطفل، وحتى انتوا لما تحاولون تسترجعون ذاكرتكم انتوا بعدكم بيبيز اطفال،
عشان انتوا تحبون نفسكم. ماكو طفل ما يحب نفسه، لكن تدريجيا لما بدا يكبر وبدا يفهم، بدا يسمع لاهله، بدا يسمع من المدرسه او المجتمع، طبعا صار يسمع معتقدات غير صحيحه عن نفسه. لما ينتقدوه أهله، لما ينتقدوه أصدقائه أو حتى أساتذته بالمدرسة، بدأ هذا الطفل يكون معتقدات غير صحيحة عن الذات، وبالتالي بدينا نبتعد تدريجيا عن حب الذات. لكن كل اللي نحتاج نسويه الآن إنه نتذكر منو أحنا، شنو أصلنا، وأيضا نتذكر حبنا لذاتنا من غير أي شروط. إحنا نحب نفسنا مثل ما إحنا. يمكن المجتمع والتقاليد والأهل والتربية الغير واعية خلتنا نحط شروط حتى نكون محبوبين من قبل الآخرين، لكن هسه لما رح نبدي نتذكر رح نزيل كل هذه الشروط، رح نزيل كل هذه المعتقدات. نظرتنا لذاتنا راح تتغير، ترجع إلى النظرة الأصلية، حتى نتذكر حب الذات، مو نتعلم وإنما نتذكر. هذا كل اللي نحتاج نسويه. فالمرأة العربية اليوم أحلى هدية يمكن تحب تقدمها لنفسها، بأنه هي تحب ذاتها مثل ما هي. احنا حكينا على توازن طاقة الأنوثة والذكورة، حكينا على اختيار حسب الشغف. النقطة الثالثة والأهم، نظرتي لذاتي، يعني كمرأة وخصوصا في العالم العربي تحتاج انه تغير معتقداتها ونظرتها لذاتها، لأنه صار بها الكثير من التشويش والتخريب. صارت أكو هواية معتقدات غير صحيحة عن المرأة بصورة عامة، عن المرأة العربية وإلى آخره. فكل اللي نحتاج نسويه بأنه إحنا نغير هذه، نعترف بوجود هاي المعتقدات هاي أولا، ثانيا ببساطة هي مو حقيقية، ثالثا نتخلص منها، وإذا تريدون أربعة نغيرها بمعتقدات إيجابية. هسه تقولوا لي شلون؟ لا تعقدون الأمور، اعترفوا بوجود معتقد حتى لو تكتبوه. شنو معتقداتي عن ذاتي؟ اكتبها كلها في ورقة، اكتب مقابلها من وين جبت هذا المعتقد، غالبا حيكون من الأهل، من الأصدقاء، من المجتمع، من كتب قريتها سواء كانت دينية أو غير دينية. فأكتب المعتقد، أكتب من وين جبت هذا المعتقد، أكيد مو من نفسي وإنما سامعتها أو قاريتها من الآخرين، أو ممكن إنه فكرة سلبية أجتني وكونت عن نفسي معتقد سلبي بسبب موقف معين حكمت على نفسي وكونت معتقد. فإذا أكتب المعتقد، أكتب مصدر المعتقد. ببساطة هذه المعتقدات هي غير حقيقية، هي ليست حقيقة وإنما معتقد، وطالما ما تخدمني أحررها بكل بساطة. أكو هواية طرق للتحرر، تقدرون تحرقون الورقة، تشقون الورقة، تقدرون تسوونها عليها إكس وتقولون أنتوا في داخلكم أنا أحرر هذا المعتقد. طالما أني صرت واعية بوجود المعتقد هذا نص الحل، لأنه أغلب الناس ما تدرك أصلاً بأنه هي عندها معتقدات سلبية عن الذات. فالوعي هي أهم خطوة. بعدين إذا هو مو منطقي بالنسبة إلي فإذا راح يتحرر، لأن دائماً إحنا نتمسك بالأشياء سواء كانت في عقلنا أو في اللاواعي هي مفيدة بالنسبة لنا، حتى لو احنا كنا لنعترض عليها. If you do it, you love it, even if you complain about it. هاي العبارة جدا صحيحة. طالما احنا دنسوي شيء او متمسكين بشيء، اذا احنا نحبه.
حتى لو كنا معترضين عليه أو دا نشتكي منه، لكن طالما إحنا بعدنا نمتلك هذا الشيء وبعدنا نسوي أو بعدنا متمسكين به، فإذا بالداخل إحنا نقول إنه وجوده أفضل، أو أنا حابة وجوده بطريقة ما. قد يكون عقلي الواعي ما مستوعبها، لكن عقلي الباطن أكيد يفضل وجوده. صح. I love you. Love you too. Tell them I love you. I love you. Okay. Hi Nana. قليل I love you Nana. I love you Nana. Nana. شن عرفت نانا I love you. هسا احنا اليوم حكينا على هاي الثلاث نقاط. اذا عندكم اي سؤال تقدرون تسألون، تقدرون تسألون جنى همينة. يس. شنو حابة تعلميهم انتي اليوم؟ Meditation. برافو، يلا علميهم. So you take a deep breath and you take a deep breath like always and like that. Take. And someone does a lot of hearts. Yeah, because they love you. And someone also a lot of hearts. Yeah. And push crowd of heart. Where is Nana? She's not doing anything anymore. Yeah, she's watching you. Like she's her. So. Hey, المهم. ياخذون نفس عميق. Yep. And then. نفس. اللي ما نريده نطلع ويا الزفير، صح؟ Yep. So, like always. Release. Yeah, let's have a release. Thank you. علمتيهم meditation. Bye. Okay. فهسا جنى علمتكم شلون تاخذون نفس عميق وببساطة مع الزفير نتخلص من كل شيء ما يخدمنا anymore. سواء كان معتقد سلبي تجاه الذات، سواء كان معيق تجاه حب الذات. اللي أني مدركته واللي ما مدركته، هاي أيضا نقطة مهمة جدا. قد تكون أكو أشياء أو معيقات أو حتى معتقدات عقلي الواعي ما مدركها، فأقدر أقول العبارة إنه أني أتحرر من كل المعتقدات السلبية والمعيقات تجاه حبي لذاتي المعلومة لدي أو غير المعلومة. The known and unknown. I release them all now. أحررهم كلهم الآن. يمكن راح تلاحظون راح تبدي أشياء معينة تخطر في بالكم، يعني مواقف معينة راح تخطر ببالكم، أغلاط معينة قد تكونون حتى أنتوا سويتوها بالماضي، تصرفات معينة بالطفولة من قبل الأهل غيرها راح تجي على بالكم أنه تخليكم تحسون أنه أنتوا مو جيدين كفاية، أو ممكن أنه أنتوا ما تستحقون حب الذات، لكن بالحقيقة هاي غير صحيحة، لأنه بغض النظر شنو كان ماضينا، شنو إحنا، شنو صفاتنا، من وين جايين، شنو منصبنا الحالي، شكلنا إلى آخره، بغض النظر عن هاي كلها، هاي كلها مؤقتة وزائلة. الشيء الحقيقي الأصلي والباقي هو روحي. روحي هي بالحقيقة نور، امتداد لنور الله موجود حاليا. هذا النور هنا. أغلب مشاكلنا بأنه احنا ندور على الله، ندور على الحب، ندور على النور في مكان آخر، ولهذا يمكن نقرأ ندور ونحس نفسنا ما وصلنا، ونحس نفسنا منفصلين، ونحس نفسنا وحيدين. لكن لما أدرك وأستشعر بأن نور الله موجود هنا وهنا 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 وفي كل مكان،
ساعتها راح أدرك بأني ما أحتاج أروح بعيد أو ما أحتاج أني أحقق شيء معين. كل اللي أحتاج أسويه أني أقعد هنا مع نفسي وأتصل بالنور اللي موجود في داخلي. لما أكون واعية بي راح أسمح له يظهر ويكبر يكبر لحد ما راح يشمل كل شيء موجود في حياتي وحتى في حياة الآخرين. فبهاي الطريقة البسيطة الجميلة راح أكون عايشة رسالتي في الحياة اللي هي فعلا أكون امتداد لنور الله هنا على الأرض، أستشعرها في ذاتي حتى يملأ حياتي وأيضا ينير حياة الآخرين. هذا أحلى شيء نقدر نعيش بهاي الحياة، نحس من خلاله فعلا بالسعادة والحب والامتلاء والرضا عن الذات. فهاي كانت رسالتي للمرأة الجميلة في هذا اليوم. أنت تستحقين الحب، أنت كفاية كما أنت. كل واحد من عندنا إلى لمسة مميزة جدا، لا نقارن نفسنا بالآخرين ولا نطمح أن نصير مثلهم، بالعكس نكون حقيقيين لأنه هاي الحقيقة مالتنا هي رسالتنا كما احنا. فقط نطلع حقيقتنا إذا كانت متغطاية بطبقات معينة، نزيل الطبقات نحررها ونطلع الحقيقة نعيش بيها، نستشعرها، نسمح لهذا النور بأنه يملأ كل حياتنا. عيد مرأة سعيد على الكل. فعلا أنت تستحقين الحب وأنت كفاية. كوني حقيقية وعيشي حياتك بشغف. شكرا لكم لأنه شاركتونا اللايف اليوم، وإن شاء الله نتقابل بلايفات جاية ويمكن نفتح مواضيع أخرى أعمق من موضوع اليوم، لكن اليوم كان هدية بسيطة بمناسبة عيد المرأة. أشوفكم على خير، شكراً.